هل صاير شي مشكلة؟ لا بابا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. يسلموا حبيبتي. خد بلال. أنت لقيت كرم؟ أنا لفيت الحبل حوالين رقبته، وهلا ما ضل عندي شغل غير استنى يجي لعندي برضاه. يعني معقول يجي لعندك برضا مثل ما أنت قلت؟ لا تكوني خايفة يا وردتي. اسمعيني، أنت تجاوزتي كتير شغلات، هي الشغلة كتير تافهة بالنسبة لمرأة قوية مثلك. لا تقول هيك، ما استقبلنا واحد مثل هذا ببيتنا من قبل، وأمننا على مصطفى. معك حق، طلع واحد خبيث. شو وينه حبيبي مصطفى؟ هو بغرفته، ما راح على المدرسة، بيكون هلأ عنده عيد، مو سائل على شي بنوب. المهم أنت لا تخافي، ضل عندي اتصال واحد وبنخلص. هاد أنا بابا جلال. قلي شو في يا ابني؟ بدي توعدني أول شي إنك ما رح تأذيهم أو تلمس شعرة منهم هن التنتين، أما كرم عاقبه براحتك. وعدني أول إنك ما تقرب على البنت أو على الأم، ورح يصير مثل ما قلت لك. يا ابني شو هالكلام اللي عم تقوله؟ كأنك عم تساومني. يا غالي يا مجد، هلأ أنت مع مين واقف ضد أبوك؟ مين بيكونوا بالنسبة إلك؟ قلي شو قيمتهم عندك؟ هلأ لشو هالحكي؟ أنا ماني عم قارن حدا فيكم، مستحيل إني قارن. إيه؟ لكن ليش حكيت معي بالطريقة الغريبة هاي؟ يعني بابا هو طلب وطلبته منك، معقول تخجل ابنك وما توافق على طلبه؟ روحي فداك يا ابني، أنا راح أعطيك كلمتي، بس أمسكوا لكرم، بتركن هن التنتين، منيح هيك؟ عجبك كلامي؟ أكيد بابا، عجبني.